طيب دقيقة، ما في دول أن إحنا بيخوفنا ولا بخشنا، أديك لها كده من الآخر. موت الشعب قدام الملايين قدام القيادة دي، بس ما يموتوا، ده عملنا التغيير عشانه. يا زول ذنبنا شنو يا جماعة نحن؟ طيب دقيقة 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 واحد يجيك برا قاعد وينبذك نبذ، يا اخي انت ربنا ما بيسالك، ما في اتيتو رقيب بيكتبوا كلامك التقوله ده، ما بيكتبوا الاثنين دول، كان الكلام ده انا ما في وقيت تقع يوم القيامه تمشي وين؟ تودي الكلام ده وين؟ أول حاجة أنت جوزت رباطي وجابك البشير وكنت غنماية للبشير وعبد للبشير، أنت تعرف الله يا حميدتي ولا عندك دين ولا عندك أخلاق تقول لنا قال الله نحن يسألنا، ونحن الله لو سألنا الله معناته أنت بيقطعك حتت حتت، نحن لو الله سألنا ها وحسبنا أنت معناته الله يدخلك في الدرك الأسفل من النار، نحن لو الله ده بكلامنا ده للرمانة في النار انت تكون في الدرك الاسفل من النار، انا اوريك كمان انت بقيت ابن ادم 200 ها ذنبنا شنو؟ كويس كويس نفند كلام ده ذنبنا شنو؟ بنبذونا انا بنبذك انا بنبذك انا احمد كسر حريقه فوقك قال ده يفتح بلاغ بتاعت معلومات يا اخي احنا ده طالبينك انا ده اديك لها كده يا حبيبتي عشان تفهم، اول حاجه ده اوريك انه اللاجئين في السودان وبره في اوروبا في ال 28 دوله يمكن قاعدين في 10 دول ولا 15 دوله ولا 20 دوله انا ما عارف كلهم ضدك انت وضد الكيزان، اديك لك كده من الاخر اي زول يا حميدتي عشان ما قد يطلعوا في التواصل الاجتماعي اي زول جا قدم لجوء ها قال الكيزان قتلونا وحميدتي قتلنا وموسى هلال قتلنا والجنجويد وسموهم تسميات عديلة جنجويتهم منوم وكده وعمر البشير جندهم وفي تطهير إرقي وإبادة جماعية، شنو يعني التطهير الإرقي؟ تطهير إرقي معناته في طرف برا من إرقي حقتنا نحن قتلنا بإرقية، ده الكيسات اللي اتقدمت هنا في أوروبا يا حميدتي لازم تفهم، مش أحمد كسر براو كل الناس هنا ضدك، كل الناس اللي قدموا لجوء هنا ضدك، والناس اللي شالوهم من لبنان ضدك، والناس اللي شالوهم في مصر ضدك قدموا لجوء، والناس اللي شالوهم من اثيوبيا ضدك وضد الكيزار، والناس اللي شالوهم من تشاد وال 12 معسكر في تشاد ضدك وضد الكيزار، والناس اللي قاعدين هسه ضدك، والحركات المسلحه اللي قاعدين ضدك. لا تسمع عشان ما تقول لي انت داير تلتف في توب بتاعت حركات مسلحه. ضدك لانه اهلهم هيطالبوهم للحركات المسلحه بفك الملايش واعاده دمج وتصريح وصياغه الجيش، يعني احنا بنعرف جيش بنعرف الجيش تتعاد صياغته من جديد ما بنعرف حاجه اسمه جنجويت ولا نعرف حركات مسلحه دي قامت لظروف تندمج في داخل الهيكله بتاعت تتهيكل تتعاد صياغه الجيش دي وتتهيكل كلها وننقص القوات دي ذات الناس تمشي تشتغل تمشي تشوف ما هذا وين انت منو تتكلم معانا نحن؟ أنا هنا خاتمي ده أنا أشرف منك يا حبيبتي، أنت وهم ولا شنو يا رب؟ ها؟ أنت وهم ولا شنو؟ أنت بتتكلم في منو؟ كويس؟ أنت ما أنت المفروض تكفر قدومك، الناس دي جدك لكن ما طلعوا في الميديا. كويس؟ أي زول جا قاعد في أوروبا ولا في أمريكا ولا في السودان ولا قاعد في معسكرات النزوح واللجوء، أنت مع الجنجويت ولا ضد؟ لو مع الجنجويت ها؟ ها انت لو مع الجنجويد كويس اكتب لي نعم ولو ما مع الجنجويد اكتب لي لا اختصار لانه ما لو قلنا تكتب لنا ضد او مع في ناس يا جماعه نعذرهم طبعا بس نعم او لا انت مع الجنجويد اكتب لي نعم انت ضد الجنجويد اكتب لي لا انت لو ضد الجنجويد اكتب لي لا وانت مع الجنجويد اكتب لي نعم تصويت وقتي بس لا ما مع الجنجويد لا ما مع الجنجويد جنجويد منو موسى هلال وهمتي لا اي زول مع الجنجويد اكتب لي نعم ده مع الجنجويد يا جماعه زول ده مع الجنجويد كتب نعم واحد بس تصويت وقتي انا ضد حميدتي تمام واحد نفرين ده كتب 100 لا فهو يا حميدتي دير بالك
الناس المقدمين لجود شت كلنا هنا يا اخي. حبابك حبابك الف ارفع بلاغ معلوماتيه بعد ذاك انا ذاتي دايرك يجيبوك المحكمه الجنائيه الدوليه ونقعد انا وانت نقعد انا وانت بعد ذاك شنو هناي. لكن انا اتحداك انا اول حاجه لا داير قرش ولا داير تعريفه ولا في زول بخمني ولا مش انت انت منو انت منو وكلمه منو وتطلع منو ذات. طيب نفند البرنامج حقه ده واحد 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 يا جماعه برا واحد يجيك برا قاعد ها وينبذك نبذ يا اخي. ربنا ما بيسالك ما في اتيتو رقيب بيكتب كلامك انت تقوله ده ما بت... الله انت تعرف الله ولا عندك دين ها نفند كلامه ده. فريق خلا طلعونا ما عارف شنو مش عارف تشادين نيجيري دقيقه اهل عملنا التغيير ما عملنا التغيير عشان زود ابدا عشان عملناه عشان الشعب ما يموت الشعب القديم. كذاب 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 يا منافق. الشعب السوداني طلع ومر البشير انت جابك غنمايه جابك غنمايه ساقك من هناك وجابك وانت قبل اليوم قلت انا البشير قال عنده فتوى هم مالكيه تقتل التلتين وتخلي التلت. قلت الكلام ده ولا ما قلته؟ انت في النهايه الناس قاعده معاك وقال وهو قاعده مع البشير واتفقوا معاه واتفقتوا فضيتوا ليه تصام انت ذاتك بوجهك. ما تتلحن الكلام تقول لك والله والله في ناس في ناس داري يفضوا الاعتصام هم قصدهم كان داري يفضوا الاعتصام انت معاهم بوجهك. قدام الملايين قدام القياده دي بس ما يموتوا ده اللي عملنا التغيير عشانه. ذنبنا شنو يا جماعه احنا؟ طلعونا فريق خلع. نعم انت فريق خلع انت فريق خلع انا بوريك انت فريق خلع. انا جايكم يا جماعه ناس المركز جايكم اصبروا لي شويه بس تتنجموا جد. انا بقول لك انت فريق خلع لانه الكليه الحربيه عندها معايير كونك انت تكون ضابط ده فيه معايير. ما ساكت عندك شهاده سودانيه عندك شهاده جامعيه تخش الكليه الحربيه تكون جينير من جينير تبقى سينير تتخرج ضابط تتدرج في الرتب. انت جنجوي انت مليشة انت مفروض تكون زي موسى هلال انت مفروض تكون زي موسى فريق خلع طلعونا ما عارف شنو مش عارف تشادين نيجيريين ما عارف صحيح تشادي انت تشادي وموسى هلال قال الكلام ده. موسى هلال ود عمك انت من القبائل المشتركه لكن انت مولود في تشاد وبعرف منطقتك انت ما عندك حاجه في السودان انت جنجويد انت رباطي. نمشي قدام ما عارف شنو كده ورينا ذنبنا شنو ذنبنا. الكرسي اللي قعدنا فوق الواحد ده يا جماعه الكرسي الواحد ده ممنوع كرسي نمرة اثنين ده ممنوع يا جماعه يا نقا واضحين. طيب في ناس طلع محمد سعيد قال له يا اخي انت كلامك ده ما واضح بتقول الكرسي الثاني ده ممنوع بعدين انت منو خولك انك تقعد في الكرسي الاول ولا الثاني؟ ها؟ منو منعك ذاته قال لك انت ما تقعد وانت ذاتك منو؟ انت مش الناس قال لك ما داير انك يا احمد انت ما داير انك امشي بشيل بوجتي بقنا مارك انا مالي مالو لكن انت مجرم ومطالب للعداله وتتحاكم عشان كده انت ما قادر تمشي. انت عشان كده يا حميدتي ما قادر تمشي لانه انت مطالب في العداله. ما حتقدر تمشي وانت طمعان في السلطه ولبست بدله وكرافته ومشيت وتبجحت مفتكر الشعب السوداني ده بخليك انك انت تكون رئيس رئيس بتاع منو؟ رئيس بتاع حبوبتك. امشي اسرح بهايم ولا شوف لك اي خضروات ازرع هناك. شغله دي هي فوضى فوضى هي الناس مقاتلين لا كم سنه والناس دي قاعدين تعبانين لا والناس شقوا لا والناس درسوا لا والناس وقعوا لا وقاموا لا. انت منو؟ شوف هالرباطك وجنجبيتك على كده. الكلام ده ما في داعي ندوسه نحو ده حصري ده ممنوع. نعم الكراسي اللي انت بتقول صحيح ناس الشمال البيتات الحاكمه الصفوه ما دارين زول يقعد في السلطه صحيح انا بتفق معك لكن ما انت ما انت ما انت اللي بتقعد انت ما بتستحق تقعد في الكرسي صحيح انا بقول لك خينا صحيح صدقت وانت كذوب صحيح ما دارين البيتات الحاكمه وفي ناس فرفره في الكلام ده قبيل كتير بيقول يا اخي حميد كيف يقول الكلام ده صحيح؟ انت ما حاكم من حبوبتك وحبوبة حبوبتك، دير تنكر الكلام ده؟ ها؟ انت دير تنكر الكلام ده مالك؟ فوق ما في ده الغدل ده السبب شير يا زول لو ما كده انا ذنبي شنو يا جماعه؟ انا وصلت مع الثوره يا جماعه انا ذنبي شنو؟ انت اللي قال لك اقف مع الثوره منو؟ انت منو وتطلع منو ومنو قال لك اقف مع الثوره وديرك منو ذاته انت تقف مع الثوره؟ ما في زول دارك
انت قاتل، انت مجرم، انت قتلتني في دارفور، انت شلت سلاح من البشير، انت ملوك، انت ضابط، انت حركه مسلحه، انت شلت، انت لو حركه مسلحه ممكن نقول يا اخي النازل انت حركه مسلحه مقننه قانونيه، وانت مشيت والصفوه رفضوا يدوك الكرسي لانه انت سوداني ولك الحق، لكن انت شلت سلاح من سيادتك، ثورة. انت شلت سلاح من سيادتك، قتلتنا نحن، انت نسيت؟ نسيت يا حبيبتي، نسيت انت وقت قتلتنا، وقت انت غاشم وقاتل ومجرم وتتكلم باسم الله، انت تعرف الله ولا عندك دين؟ ده المفروض ما تصوم ولا تصلي، تجهز نفسك درك الاسفل من النار يا وسخ. القرار من اللي اتخذ القرار فيهم؟ كلهم متجمعين عشان يفضوا الاعتصام. انت ذاتك معاهم وغشوك ودخلت اخواتك وقتلت سوا، ده زي ما قال كباشي، قعدنا وحدث ما حدث. الكباشي قال الكلام ده، انت ذاتك بيوجهك، انت جوه جوه الليل اوعك تلعب. كلهم مجتمعين عشان يفضوا الاعتصام، كلهم انا بجري بيهم، ما في زلمه بيفكر في التغيير. صحيح صحيح كلامك، كلهم اجتمعوا وانت معاهم انه فضل الاعتصام الدور الجاي، انا هنا ما ادري انك تقول لنا كلام منمق يا حبيبتي، ويا راعي الابل انت ولا سراق الحمير انت، الدور الجاي احنا ما ادري انك تقول كلام منمق، تقول لنا كلام عديل، تقول ان احنا قعدنا مع فلان وفلان وفلان فضينا الاعتصام، مش تقول فضوا فضوا، ده بتاع شنو؟ بتاع حبوتك؟ انا البديت، انا جيت يوم 6، 4 ايام انا مفتش في الحل، 4 ايام انا مفتش في الحل، كلهم دارين يفضوا القرد فض الاعتصام. كذاب كذاب، انت اتفقت معه والبرهان جابك وقال لك انت تكون ضرائي اليمين، الكلام ده انت قلته فيديوهات موثقه مقطوع سكرين شوت منزل في اليوتيوب، ما بتقدر تنقلها ثاني. اكلتها يا فاره، اكلتها يا فاره، اكلتها يا فاره. يفضوا الاعتصام، ما الغرض يتم التغيير؟ الان يا جماعه انا اللي بقيت السبب، وانا انا اللي رفضت، وانا اللي وقفت مع الشعب، انا اللي بقيت العدو الان، عدو الشعب بقيت انا الان. لاني انا مفروض محلي وين؟ طوالي امشي هناك اكون برا. اقابل ناس مني بكره لما نجوا راجعين. ما انا قابلهم بناس. كذاب، انت كذاب، انت اصلا قتلت الحركات المسلحه، انت اصلا قتلت الحركات المسلحه دي منو؟ ها؟ ديل ما اهل دارفور، الناس اللي قاعدين في معسكرات النزوح اللي جو ديل امهاتهم واخواتهم، انت قتلتهم قاتلتهم، انت كنت عبد للبشير يا بابا، انت نسيت؟ انت كنت في جزمه البشير يا بابا. انت واحمد هارون وعلي كوشيب، انت جزم، انت جزم، انت ما حركه مسلحه، انت مشيت انتقمت مننا نحن، انت بتنا عباده جماعيه، اي دول في اوروبا في امريكا في كندا في اسرائيل قدم لجوء قال هيمتي وموسى هلال قتلونا من ناحيه ارقيه وجهويه وعنصريه، هؤلاء الرجليه والدحمه شالوا سلاح من البشير، الكلام ده مكتوب هنا في الملفات بتاع الاوروبيين بالمناسبه، لما نقول جنجويد معناته انت وموسى هلال، الكلام ده مكتوب عند الاوروبيين معكم، والله احنا قتلونا الجنجويد كده 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 1 2 3، الكلام ده كيسات مكتوبه، انت وهم، انت ما جايب للدنيا خبر وبتحدثنا نحن، احنا ما بنتحدث يا بابا، ما بنتحدث، ندقك بس تقبلهم بزي استقبالنا ده، لا نتكاتل في هذه هور، ونتكاتل في هناك قدام، ونتكاتل في وين، ده المطلوب مني انا، ده دوري انا، لكن صحيح كلامك، صحيح كلامك، صدقت وانت كذوب، صحيح كلامك، ناس المركز دايرين انك تقاتل مع الحركات المسلحه في وادي حور في وين في وين زي ما ذكرت، صحيح كلامك، وانت رفضت ودير تحكم، لكن انت ما عندك مؤهلات تحكم، حتى لو قلنا فرضنا جدلا وتنزلا انت تحكم، لكن انت تاريخك سيء، انت زول قاتل، انت زول مجرم، انت زول قتال قتلة، ما ممكن دايرين انه زول نظيف ودايرين زول شريف ودايرين دوله مدنيه، شنو يعني مدنيه؟ اي عسكري يشوف مراكب ريد وين؟ قدرت تفهم الليل ولا مفهمك بوقاص؟ قالوا الشلاقي راح للعميان، ما بنغلى الثاني والله، ما خلى عميان الشلاقي، قالوا يا اخواننا شوف يا جماعه، اوي ما تقدر تخمنا، ما في ذول من الشعب السوداني ده دايرك انت الا المطبراتيه، كم في المية؟ 20 80% نحن كارهينك يا حميدتي وما دارينك، وانت مجرم وقتلتنا وانت مرفوض، انت ومني ابقوا معاكين، انت ومني النفرين. شوفوا مراكب ريتكم وين، مع السلامه، وداني يا ظلام الحب في ابواب ولا ثاني ما تعدي، يلا مع السلامه، اصل ما عندك اي حاجه، لكن في الفتره الاخيره دي دايرينك تتكلم شنو؟
عن انه كيف اتفقتوا مع الكيزان وكيف قتلتوا الناس في فضل الاعتصام، فضيتوه كيف؟ بعد شويه لما نعصرك بتقول كلام ده ما كلامي انا، ده كلام الناس كلها. أن احنا البلد دي حقتنا كلنا، ما حق الزول، كلنا واحد فيها سواسية وفيها ما في نمره واحد. ده لازم يكون اللي من حمايتي، نمره واحد ده ممكن يكون من مني، يكون من انا. يا اخواننا ما نقولش روحنا، ما في اي تغيير. تغيير عمر بشير خش السجن. انت الكلام ده زمان ليه ما قلته؟ لما كنت بتتبجح وتمشي الدول العربيه ليه ما قلته؟ قبل اليوم قلت ان احنا فشلنا، فشلت ما تشيل بوجتك وامشي بيت امك لانه محلك السجن. محلك السجن يا حميدتي. وانا شايف فيه كتار عم سعيد ارقد عشان ما تموت. اوي انا كلام ده قلته في ضيفات. الدوله دي حقتنا كلنا، ما حق زول. تاني صفوه ما بيحكموا. شمالين برام ما بيحكموا. كلنا نحكم. كلنا سوا حريه سلام وعداله. الاربعه اقاليم اي زول عنده شنو؟ 25%. برنامج واضح. ما حدا اثنين يتخالطوا. انا كده عنصري، انا حاقد، انا ظالم، حقي بس انا ده حقي وقدر اخذ حقي. طيب نمشي قدام. بس عشان نبقى واضحين في الموضوع ده، ما في تغيير. تغيير عمر بشير خش السجن ومجموعه الكبارات دين ودخلناهم عن احنا. ما في زول دخلهم. عمر البشير ده احنا ركبناه في عربيه، اول حاجه خدناه في الاقامه الجبريه، بعد شويه قال الجماعه هنا جاتوا السوار ما عارف جوطه، قالوا وديناه السجن. احنا اللي وديناه. انت وديت السجن، انت ذاتك محلك السجن. حبيبنا انت ذاتك محلك السجن. انت ذاتك مفروض تمشي السجن. لكن يا جماعه خلونا كده نلخص لكم الموضوع ده، خلوا خلاص الناس سمعته في السوشيال ميديا كتير جدا. خلينا نلخص لكم الموضوع ده كده بكل بساطه. الان في كورتو في الخرطوم، طبعا هيمتي ما هيمرق واتفق مع مني ما هيمرق نهائي. وقال عبد الواحد يجي، وعبد الواحد ما بجوه هو، وقال عبد العزيز الهيلو يجي. عبد العزيز الهيلو داير يتفق مع منو؟ مع رئيس الوزراء عبد الله حمدو. اذا معناته في كورتو يا جماعه. تعرفوا كورتو في دق بتاع بنيات المحله دي. الحشاش يملى شبابه. وبعدها كلكم كده في سك وبيل في الزباله، مع السلامه. تبقوا مارقين جد، كلكم تبقوا مارقين. اي زول يربط بوجته ويبقى مارق ويشوف مراكب راديو على وين. ده الموضوع الاول والاخير، وتاني حكم احادي مرفوض مرفوض. والان انتوا رايكم شنو؟ انتوا الناس المشاهدين دول كلكم انتوا رايكم شنو؟ في كورتو في دقش في حكات. حميدتي عديل قال لكم ما بدمج. انا ما ادري اكمل لكم الفيديو كلكم سويته. قال قواته دي ما قوات سريه ولا فصيله، انا ما بدمج. ندمج وين يعني؟ ما بدمج في القوات الشعب المسلح، واضح. وقال ما بقاتل الحركات المسلحه ثاني. وقال انتوا اخسيتوا الكرسي الثاني ده، الكرسي الاول ده، ها الثاني ده ممنوع. ها المفروض يقول يا اخي انت ما تخليك واضح، قول الشمالين الصفوه رافضين انه انا اقعد في الكرسي الثاني ده، معناته بتاع الرأس ده. ما تقولوا كده، قولوا زي انا، انت خايف من شنو؟ انا قاعد اقوله. انت ما تقول عديل، خليك واضح، خليك واضح، خليك واضح زي انا. انت قاعد تنمخ في الكلام كده، مالك يا زلمه؟ ها؟ تتكلم كلام دبلوماسي، مالك يا زلمه؟ تخليك واضح. خليك واضح. قول الشمالين الصفوه رافضين انه انا، وانت منو ذاته؟ انت منو وكلب منو؟ عموما بالنسبه لي انا، ها؟ انا وجايين كويت وواد مكه وابو رهف، ده اللي احنا عاملين لك صداع صح؟ افتح فينا بلاغ، يفتح مخ، افتح بلاغ طوالي. ولا انت الناطق الرسمي باسم الرجلية والدحمة حقك، الناطق الرسمي باسم البهايم والغنم، ها والجداد. قبل اليوم، قبل 8 شهور مش قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يلاحق اللايفاطية بالانتربول؟ ليه؟ يا اخي افتح بلاغ. انا كلمت اكثر من 60 لايف، قلت يا جماعه زول انا ما ادري زول يتكلم لي. انا الكلام ما بينفع معي لانه ما بخش لي هنا، الكلام بيجيني بيجي بس بفوت بفوق. انا ما تتكلم لي، افتح بلاغ، يفتح بوقك. اي مطبلات واي حميدتي. ثاني انا بحذرك، اكثر كلام وصلوا جوا وهو قاعد يحضر لايفاتي. لما قاعد يقول اللايفات والناس اللي قاعدين يتكلموا برا، هو قاعد يحضر لايفاتنا. حميدتي انت شايفني، دي 1300 نفر، اكيد انت قاعد هنا. انت لو قاعد تقدم لي دعوه نحزم معك الموضوع ده. انت قاعد شوف، انا ما قدرت اتكلم معي تاني، نهائي ما قدرت تتكلم معي. انت مش قادر تفتح بلاغ بتاعت معلوماتيه؟ افتح. انت لو ابوك راجل انا اتحداك يا احمد كسرة افتح بلاغ. انا احمد كسرة اتحداك افتح بلاغ يا حميد.
افتح بلاغ بتاعت معلومات يا. كلنا هنا اللي قاعدين في اوروبا، اللي قاعدين في كندا، اللي قاعدين في امريكا، اللي قاعدين في اسرائيل، اللي قاعدين في زفتطين، اللي قاعدين في معسكرات النزوح واللجوء، انا احنا ضدك. وجينا هنا قلنا الجنجويد قتلونا، قلنا شوف عديل كيسات نوريك عديل، قلنا الجنجويد قتلونا وضربونا وحجروا اهلنا يهودين، رفعنا فيديوهات، فيديوهات دي اهلنا قتلوه نوريك. لا يهودا دي فيديوهات، فيديوهات قلنا الناس قتلونا من ناحيه عرقيه، من ناحيه عرقيه قتلونا، من ناحيه عرقيه عديل نوريك. ما انا، ما انا شخص ولا دير زول يطلع لي مليونيه انه ندافع لها. ده دي بتستلم ورق كده هنا في البلد دي كده. يعني احنا كلنا ضدك وضد الكيزان عشان تعرف. واوعك تاني تطلع تقول لايفات، اشتكي بس. انت لو ابوك راجل اشتكيني انا، تحدي عديل انا بتحداك يا بنتي. كلام كثير انا، طاقه كثير انا ما بفهمها. بس اصلا يا اخي انت بسلاحك وجنجويتك وزفتطين حقك خايف مني انا؟ اشتكيني؟ اتحداك تحدي وانت ما بتسكتني، انت ابوك منو تسكتني؟ ده سكتني انا الا سكتني الموت. فما تتعب. طيب شوف الكلام ده عشان انا اوريك عديل. شفت؟ احنا دي جنجويتك كشف هنا حبيبنا ظريف يا طيب.